هذا الملف الإنساني نناقش الليلة مع ضيفتين، الأولى من القاهرة رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن السيدة نورة الجروي، وتنضم إلينا أيضا من جنيف المسؤولة بالأمين العام بالأحرى لمركز حقي لدعم الحقوق والحريات السيدة ليزا البدوي. أهلا بكما في سكاي نيوز عربية لنناقش هذا الملف الإنساني البحث. التقرير اللي عرضناه الليلة تقرير لمنظمة يمنية اسمها المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، لكننا لا يمكننا أن نشعر بفظاعة هذه الممارسات إلا من امرأة عاشت داخل هذا المعتقل. أستاذة نورة الجروي أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية، وشكرا لوجودك هنا ولنقلك هذه الحقائق. كم الفترة التي عشتها في المعتقل وما الذي يمكنك أن تنقليه من هذا المكان المظلم؟ طبعا منذ 11 ديسمبر 2017 فوجئت ميليشيا الحوثي بخروج النساء في وجههم، خرجت عدد كبير من المسيرات، وكنت ضمن النساء اللواتي خرجنا يوم 7 ديسمبر 2017 لرفض ما قام به الحوثيين طبعا من انتهاكات ومن قتل، ولقيادات المؤتمر على رأسهم الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر وأمين العام للمؤتمر وقيادات المؤتمر، واعتقال كم مهول من المؤتمرين وصل ل 17 ألف معتقل. فكان هذا في 7 ديسمبر طبعا تم اعتقال أكثر من 70 امرأة، كنت أنا من بينهم، وتم اعتقالنا، تم حالتنا لأقسام شرطة خاصة بالحوثيين الزينبيات، مارسنا انتهاكات كبيرة بحق النساء، الضرب، الصواعق الكهربائية، التعنيف اللفظي، أيضا التهديد بالذبح وبالقتل وبالإعدام. طبعا لولا تدخل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكنت ما زلت معتقلة في سجون الحوثيين، لكن المفوضية تدخلت وأطلقت صراحة عدد 70 امرأة، وأيضا لو لم تتدخل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكنت مصيري مثل الزميلة أمل ماطر العميسي والتي حكمت عليها ميليشيا الحوثي بالإعدام شنقا. وحتى رغم تدخل منظمة العفو الدولية إلى أنه الحوثيين لم يستجيبوا لمنظمة العفو الدولية واستمروا ويؤكدون تنفيذهم لحكم الإعدام ضد أمل. أستاذة نورة الكلام خطير جدا، وتهم كيدية كثير، يتم اعتقالكم حتى يتم شنقكم في النهاية. ايوه تخيلي انه تم اصدار احكام ضد زميلات لنا الان، هنالك انا من الزميل من النساء اللواتي يحكم عليهن، كثير من النساء يتم الحكم عليهن، يتم نشر صورنا واهدار دمنا، حتى يعني يتم تهديدنا حتى على مستوى الخارج، سوف نقتلكن، سوف نتكلم عليكن، لان احنا خرجنا لنكون صوت للنساء اليمنيات اللواتي بالداخل. منظمه مكافحه الاتجار رفض الاتجار بالبشر ايضا اعلنت عن 1200 حاله للنساء داخل سجون الحوثيين. بالشهر الماضي تم اعتقال الزميلتين وفاء للشبيبي أمين عام تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، واعتقال الزميلة حنان الحيدري أمين عام صحفيات بلا قيود، وتعرضين لتعنيف غير عاديهن وأطفالهن وأخواتهن. ما يقوم به الحوثيين في صنعاء جرائم بشعة بحق الإنسانية بدأت تظهر للسطح، كانت يحاول الحوثيين إخفائها لأنه الشعب المجتمع نفسه يرى من العيب أن يتكلم أن بنته موجودة بالمعتقل. صحيح. وبالسجن. صحيح. يرى أن هذا الكلام مخصي برغم أنه هو يرتكب جريمة مع الحوثي بهذا الكلام، عندما يتكتم عن أن بنته لأكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر أو عام أكثر من عام داخل سجون الحوثيين ولا يتحدث عن هذا الأمر الخطير، هو أيضا يكون شريك مع الحوثي. أستاذة نورة قبل ما أنتقل للسيدة ليزا فقط حتى نوضح نقطة معينة أشرت إليها، تم إخراجكم من قبل الأمم المتحدة، هل تم إخباركم في ذلك أم أن العملية تمت بشكل خاطف؟ لا احنا طبعا هو تم التواصل من قبلنا عبر احد الزملاء في المفوضيه الساميه لحقوق الانسان، وتم تبليغهم ان احنا معتجزات في قسم الوحده بالعاصمه صنعاء، وطبعا تم التواصل عبر من المفوضيه مباشره وتم اطلاقنا. الحوثيين لا يعتبرون اعتبار لاحد، ولكنهم كانوا في البدايه يظنون ان النساء التي اللواتي انه سيكون رادع لكل النساء بعدنا، ولن تخرج احد عندما يعتقل مجموعه 70 امراه وبالذات من نخبه المجتمع، كان من صحفيات، مديرات مدارس. طيب. اعلاميات، ناشطات سياسيات، مسؤولات في الدوله. اهميه دور المراه اليمنيه سنعود لنتحدث عنه استاذه نوره بكل تفصيل، لانه تعملون بشكل متواصل طبيعة الحال تحديدا في التحالف اللي حضرتك رئيسته. أهلا بك أيضا سيدة ليزا البدوي الأمين العام لمركز حقي
لدعم الحقوق والحريات من جنيف. أستاذة ليزا، المرأة لها الحق بالدفاع عن حقوقها وعن حرياتها، لكن عندما تكون الامرأة في المعتقل، من الذي يشعر بها ومن الذي يدافع عنها؟ شكرا لك ولضيفتك العزيزة التي قدمت هذه الإفادة، وأحييها وأشد من أزرها على هذه الشجاعة التي تمتعت بها بالتحدث عن تجربتها الشخصية، كما أحيي السيدات والسادة المشاهدين والمتابعين لهذه الحلقة. شكرا. بالنسبة لوضع السجينات والمعتقلات في وضع هذا الوضع الإنساني المتأزم في اليمن، خاصة أن اليمن تمر في هذا الوضع الاستثنائي، ليس فقط انقلاب على شريعة لكن انتهاكات متعددة ومتنوعة، كما سماها يعني ممكن نقول اللجنة الوطنية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، عددت ما يتجاوز 30 انتهاك يحدث في المعتقلات التي تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب. دعيني أولا أتكلم عن الجانب القانوني، إذا سمعت عن الجانب القانوني اللي يتعلق بالنسبة لحقوق المرأة. أنت وضعت سؤال بالنسبة لي يتحدث عن حقوق هؤلاء النساء التي يقعن في السجون والتي تعرضن للتعذيب. القانون اليمني طبعا نظم هذه المسائل ووضع العديد من الضمانات التي تحمي حقوق هؤلاء النساء، بالإضافة إلى ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، منها اتفاقية ملاحظة التعذيب وكافة أشكال ملاحظة كافة أشكال المعاملة اللا إنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة. أيضا أضف إلى ذلك الاتفاقية الخاصة بمنع الاعتقال والإخفاء القسري. هذه الاتفاقيتين تنظم عن مسائل المعنية بالاعتقال والإخفاء القسري وكل ممارسات اللا إنسانية التي تمارس ضد المعتقلين من الذكور والإناث في المعتقلات والسجون. طبعا نحن بنتكلم الآن عن وضع استثنائي في اليمن، عن معتقلات تحت إدارة جماعة الحوثي الجماعة الإنقلابية. هذه السجون رصدت يعني تجاوزت 500 مركز اعتقال، نتكلم عن 506 مركز اعتقال تم توثيقهم من قبل اللجنة الوطنية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. هذه المراكز تمارس فيها وتباشر فيها كافة أنواع التعذيب التي ابتكرتها جماعة الحوثي. أستاذة ليزا، القوانين اللي تحدثت عنها هل تطبق على هذه المعتقلات؟ هذا الأهم. أيوة فعلا، القوانين بالنسبة للدستور الجمهورية اليمنية الذي ضمن كافة عدم الاعتقال الغير قانوني بدون أمر ضبط قضائي، القانون للإجراءات الجزائية اليمني، قانون تنظيم السجون اليمني، قانون العقوبات اليمنية، قانون هيئة الشرطة، كل هذه القوانين معطلة في هذا الوقت للأسف. يعني الحوث تعمد تعطيل هذه القوانين. يعني احنا تحدثنا عن 506 مركز اعتقال، 16 مركز منهم فقط يقع مثل ما نقول اسميا او شبه جزئي تحت رقابة الهيئات القضائية الموجودة الان حاليا والتي تديرها. خلينا نشوف استاذة ليزا مع السيدة نورة، ما الذي يحصل حقيقة داخل هذه المعتقلات؟ سيدة نورة، عشت العذاب بكل جوانبه، يعني عذبتم، سرقتم، تعرضتم للضرب، كل هذه الأمور، هل عرفتم ما الذي يريدوه؟ هل قالوا لكم يوما هذا ما نريده منكم؟ هل حققوا شيء؟ طبعا الحوثيين هم فوجئوا أن المرأة اليمنية كانت قوية في مواجهتهم، فكان بالمقابل كان صدموا لأنه الشارع اليمني كان في سكوت وصمت كامل عندما خرجت النساء لمواجهتهم، واجههم بالعنف وبالزينبيات، فريق الزينبيات المدرب لقمع مثل هذه الأمور. أيضا لم يكن وحدهن الزينبيات، بل كان هنالك تدخل من الرجال. بدأت اليوم أسماء تسرب مثل سلطان زابن ونادية الحديد ومحمد وهاس وعدد من القيادات التي كانت على رأس الذين يقومون بتعذيب واختطاف النساء وأخذ فدية على النساء بملايين، بمبالغ ملايين كبيرة. طبعا في السجون يكتبوا التزام، أنا من الشخصيات اللي طلب منهم كتابة التزام بعدم الخروج مرة أخرى على الحوثيين، أو عدم الكتابة في صفحتي، إغلاق صفحتي، إغلاق تويتر، عدم التصريح أبدا، لأنه كنا نتبنى حملة الحوثيين ميليشيا إرهابية، فكان أنه إيقاف هذه الحملة، إيقاف أي خروج ومسيرات ضدهم. فكان طبعا أنا من الناس اللي رفضوا تماما بيوتنا، طبعا الآن لا يحق لي أن أدخل بيتي، لا يحق لي كل ممتلكاتنا تصادر، نحن كنساء خرجنا ضدهم. كثير من الأمور لست وحدي بل كثير من الزميلات، طبعا مصادرة كل تليفوناتنا حتى الخواتم المقتنيات الشخصية الخاصة بالفتيات تم مصادرتها. التعذيب أيضا الزينبيات كان الصاعق الكهربائي، الضرب باليد،
الضرب بالعمود الفقري. هنالك زميلات لي في القاهرة هنا يتلقين العلاج لأنهن تعرضين بسواعك تعرضين لانزلاقات بسبب ما تعرض له من ضرب داخل سجون الحوثيين. ما يقوم به الحوثيين خارج عن الأخلاق عن القيم عن كل الجانب الإنساني طبعا منتهي عندهم. يظنون أنهم بهذه الممارسات يكفوا جهدنا كنساء في مناهضتهم في مواجهتهم. بالعكس هذا يزيدنا حماس. كل من انتهك وارتكب انتهاك لا بد أن نواجههم لأن هنالك نساء كثير يتعرضن اليوم للتعذيب. سجن البحث الجنائي بصنعاء يكتظ بالنساء. الأمن السياسي يكتظ بالنساء. الذمار أيضا منطقة الذمار أيضا اعتقالات للنساء المسافرات اللواتي لا حول لهن ولا قوة ولم يمارسن أي نشاط. فقط أني ذهبت قد تكون ذهبت للبحث عن مرتبها في عدن لإعادة استعادة مرتبها في عدن. أو ذهبت لأي مكان لزيارة قريب لها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية فيقوم الحوثيين بالقبض عليهن ويلقاهن في السجون. كل هذه الانتهاكات العالم يصم أذن إليها. بدأت الآن بدأ خلال هذا الأسبوع الذي مر هنالك وثائق بدأت تتسرب هنالك صور. الحوثيين أنفسهم بعض الحوثيين أنفسهم بدأوا بكتابة منشورات ويقولون فيها توقفوا عما تقومون به. حتى الأمور الطبيعية جدا كنتم تحاسبون عليها. أستاذة ليزا هذه شهادة حية. هذا ما تعيشه النساء داخل المعتقلات. إلى أي مدى يمكن الاستفادة من هذه الشهادات بالقانون؟ هل يمكن استخدامها لاحقا حتى ينال هؤلاء عقابهم؟ شكرا لك والسؤال هذا الهام. بالنسبة للشهادات التي تقدم هي يعني شهادات حية يتم رصدها وتوثيقها في كافة من قبل المنظمات المعنية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كما أنها تعنينا نحن كمنظمات مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق الإنسان. هذه الشهادات يتم توثيقها وجمعها حتى يتم ملاحقة الجناة فيما بعد. الحرب إن شاء الله بما أن تنتهي وتبسط الدولة سيطرتها على كافة المناطق أو حيثما قدرت أن تبسط سيطرتها سيتم ملاحقة الجناة لأن هذه الجرائم تعتبر جرائم لا تنقضي بالتقادم. جرائم ضد الإنسانية لا تنقضي بالتقادم. صحيح أن للأسف الجمهورية اليمنية لم تصادق على معاهدة روما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لكن يمكن فيما بعد ملاحقة الجناة بكافة الطرق. مثلا ممكن إنشاء محاكم خاصة لمجرمي الحرب الذين انتهكوا انتهاكات حقوق الإنسان من جماعة الحوثي أو أيا كان من الجماعات الإرهابية التي مارست كافة الإرهاب والجرائم البشعة من اعتقالات وغيرها. بالذات عندما نتكلم عن جماعة الحوثي أن اعتقلت الناس بالآلاف كما أضافت ضيفتك أن 1200 معتقلة يعني أرقام كبيرة. إحنا نتكلم عن هذه الجرائم لن تنقضي بالتقادم بحسب نص القانون ستظل مثبتة وسيتم توثيقها ورصدها. طب أستاذة ليزا البعض يتهم اليوم المجتمع الدولي بالتساهل مع هذه الميليشيات بإعطاء هذا الجانب فرصا عديدة للعودة إلى طاولة الحل. اليوم هذا نتحدث عسكريا وسياسيا. خلينا نقول في حال توصلت هذه الأزمة إلى خواتيم سعيدة هل تموت معها هذه القضايا الإنسانية؟ صحيح. أنا كنت من الأشخاص القريبين من مباحثات مشاورات غير مباشرة في ستوكهولم في السويد الشهر الماضي. لاحظت فعلا كيف كان الوفد الحوثي يتماطط ويعني يحاول قدر الإمكان أن يسفه في الأمور وأن يدخل الملفات السياسية على الوضع الإنساني المتأزم حاليا في اليمن. مثلا ملف المعتقلين والأسرة وهو كان الملف الملح والذي كانت تحاول وفد الحكومة الشرعية أن يدفع به على قدر الإمكان بإطلاق سراح المعتقلين مع أن المعتقلين لدى جماعة الحوثي هم من النشطاء السياسيين والحقوقيين. يعني المعتقلين من الجانب الحكومي لدى جماعة الحوثي هم حقوقيين نشطاء سياسيين صحفيين أو مدنيين لا علاقة لهم بهذه الحرب. بينما المعتقلين لدى الوفد الحكومي أو الحكومة الشرعية هم محاربين. رغم ذلك حاول الوفد الحكومي أن يتم المساومة بإطلاق سراح المعتقلين من كافة الجهات. المجتمع الدولي للأسف يتعامل بلا مبالاة أحيانا عندما يتعامل بمكيالين. يعني التقرير فريق الخبراء الذي صدر في شهر سبتمبر في العام الماضي والذي تم مناقشته في الدورة رقم 39 دورة مجلس حقوق الإنسان لاحظنا كيف أن هذا التقرير لم يلامس القضايا الإنسانية الحرجة في المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحوثيين حتى أنهم لن يستطيعوا الدخول إلى تعز لم يستطيعوا دراسة الوضع الإنساني المتأزم فعلا. هذا ما نأمل به أن يتغير سيدة ليزا بطبيعة الحال وأنا أعرف أن حضرتكم تعملون على ذلك. حتى أختم هذا اللقاء الليلة وهذا الحوار نورة اليوم الانقلاب اللي نتحدث عنه هو يمني ولا يمكن أن ننكر ذلك.
إذا ما أردنا أن نتحدث عن مستقبل اليمن، السلام في اليمن، هل يمكن لك كامرأة تعذبت أن تسامح؟ شوفي، ما قام به الحوثيين هو انتهاك للحرمات، للأعراض، وهذه خارجة عن قيم مجتمعنا. اليوم كل بيت وفيه جريح وفيه معتقل وفيه متشرد وفيه، أنا نفسي لا أستطيع، يعني لأكثر من عام عانيت أنه ممنوع، يعني من الناس اللي يتم منعهم دخول صنعاء وزيارة أهلي وأسرتي. لن ننسى ما قام به الحوثيين، وأنا قلت اليوم أنه نطالب أولا بلجنة دولية لتحقيق ما يقوم به الحوثيين بحق النساء في اليمن، معتقلات البحث الجنائي والأمن السياسي في صنعاء وذمار. لابد من لجنة دولية للتحقيق في هذا الموضوع. ثانيا، ما قام به الحوثيين لن يمر، حتى لو كان هنا الاتفاق للسلام، ما قام به الحوثيين لن يمر ولن يمر بالتعاقب. نحن نعرف بعضنا كيمنيين، نعرف بعضنا كأسر، لن يمر ما قاموا به. انتهكوا البيوت، اقتحموا البيوت، اختطفوا النساء، اعتقلوا النساء، كل هذا لن يمر. فهذا حيكون أثره في المستقبل كبير جدا على الحوثيين، في كل بيت سيكون منتج منهم. نعم. لن يمر ما فعلوه، وحتى لو كان هنالك السلام، كلنا نطلب السلام، لكن الجرائم سوف يعاقبون عليها. وإذا كانوا صادقين في السلام يسلموا كل الشخصيات التي قامت بجرائم بالذات ضدنا كنساء، ولن نسامحه. سوف نرفع وسوف نرصد أيضا جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يتم رفع مباشرة لكل الحالات التي يقوم الحوثيين. هذه كلمة حق نقلتها لنا الليلة المعتقلة المفرج عنها السيدة نورة الجروي، وهي اليوم رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن. شكرا لك من القاهرة، والشكر يمتد أيضا للأمين العام لمركز حقي لدعم الحقوق والحريات الأستاذة ليزا البدر.